في موسم الطائف، والآن في قرية الورد في حديقة الردة، الحديقة الجميلة على مستوى الوطن. طائف الأخضر، هنا الطائف الأحلى، هنا الأجمل، هنا الطائف المأنوس، هنا بستان عجيب. التوت والحماط والعنب والشغل وشغل الطائف، يا سلام. عجيب ما شاء الله تبارك الله على خيرات الطائف، يا سلام. وسواق الفواكه حقنا البرشومي، يا سلام. هذا ايش هنا؟ هذا بيت اشباح بس على طريقة ورد، يعني طالع شبح منظر ورد. منظر ورد، شبح على شكل ورد. بسم الله. جوال ايش يعني؟ جوال ايش؟ سويت اللي يدخلونا لما في زوار جوال الحين. Ah!
اشهد انا اشهد وانت معاه ما لا تخشوا مع ابوك لوحدك شوف الاشباح وشفنا وخوفنا ودحين جينا على شارع الفن عاد احنا على الطائف منبع الفن ما يحتاج لها كلام يعني المنبع الفن احنا من ايام طارق عبد الحكيم عبد الله محمد طلال مداح كلهم عندنا هنا يميز طائفنا المانوس من زمان منذ الازل طبعا بحكم سني انا يعني في 40 سنة 50 سنة هذه اللي راحت طائف مانوس هو انسي باهله واكثر انسي بزواره وعشاقه اللي يجوا يرسم ورد يا سلام قربنا للغيرة ورد بتونس بيك يا سلام يا سيدة ما شاء الله تبارك الله حياك يعطيك العافية يعافيك يا رب اسمك ايش؟ طلال العباسي العباسي عباس الطايف؟ عباسي الجنوب والنعم والنعم العباسي حق الفول اجل من جماعتك الله الله والنعم والنعم محمد صاحبنا الله يعطيك العافيه اسمك يا استاذ عبد الله العتيبي عبد الله العتيبي عتيبي نعم اسمك أستاذ؟ سالم غامدي ثامر غامدي سالم نعم فين هم الرسامين راحوا؟ هذه خلاص صار ها؟ وقت الصلاة كلهم رسامين هم كل المنطقة هذه؟ هذه وهذه هذه كلهم رسامين؟ كلهم رسامين ما شاء الله راحوا الصلاة اي وقت الصلاة ما شاء الله يا استاذ الله يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله ايش اللي يسوي الرسم على الوجه معروفيه خلاص هي اسمع الوجه سلام مستسلمه ما شاء الله تبارك طالع افتح عينك افتح عينك يسعدك ان شاء الله هذا كاركتير انت كاركتير غالي نعم استاذ مين حكيم حكيم مجلة الإمامة من الرياض حكيم ايش؟ عبد الحكيم بأمير بس هو حكيم رسمي. حكيم مجلة الرياض ها؟ مجلة الإمامة في الرياض. مجلة الإمامة اللي كان بدايات دكتور محمد القنيبت فيها والشريان الإمامة أيام كنا نشتريها بخمسة ريال ما أدري كم سعرها لا زال ولا؟ لا نفسها نفس السعر من أجمل المجلات أقدم مجلة في الرياض والله كنا عاشق لها يا ماما كنت عاشق لها يا ماما جامعة في الرياض أول مشاركة لك يا أستاذ الطائفة أول مشاركة الطائفة أول مشاركة كيف شايف الأجواء؟ والله ما يحتاج عاد ما يحتاج ها؟ الجو والجمهور والله ما يحتاج يعطيك العافية هذه كلها رسمك يا أستاذ ها؟ خلاص اشوف اجيك
اللي على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش مالي ماني ماني ايه ده الدنيا رابيع الدنيا رابيع الدنيا رابيع الدنيا رابيع وين اي منتج عطر ما يعني فيه ورد يعني واحد حط لك ايش هيل واحد حط لك عود واحد حط لك مسك واحد مخليها مبهنة مسابقة نهاية إن شاء الله الفعالية واحدة في 30 أغسطس تطلع النتائج وواحد له جائزة إيش يسووا؟ يسووا دحين نطلع لها إن شاء الله ووضح لك أكثر إيش هذا؟ هنا عطر ايه منتج ايه هنا عطر وهنا عطر طبعا خمسة على طول حلو انت تيجي كزائر هم يورونك يعطونك ورده يبخ فيها العطر حقه المنتج انت تشم وعليك تشم الخمسه وتصوت من احد الخمسه الان هذا هو في التوب هذا اللي وصل التوب هذا عطر وصل التوب وهذا عطره ايه ما علمهم بايش ايه ما علمهم بايش ايش الخلطه ايش الخلطه ايوه هذا هيل هذا ماني عارف ايش هذا عود هذا مسك في منافسة بين الاثنين هذين ويوم 31 ان شاء الله اغسطس حيطلع الفايز ايوه بالتصويت طبعا ايوه يطلع الفايز من الجائزة متى يجوا ساعات معينة؟ هم المفروض الان متواجدين بس ما ادري يعني يقعدوا ساعتين في اليوم يصوروا تقريبا تقريبا فتره العصريه يشيلوها هذه خلاص يشيلوها بعدين اخر الليل يبداوا مره ثانيه لا لا زي ما هي تبقى طب هذه مفتوحه لا يقفلوها ما عليكم يقفلوها هتفرفش امتى امال دلوقتي ولا في سبتمبر قال لك ايه قفلي على كل المواضيع قفل 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 ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا رابيع الدنيا رابيع الدنيا رابيع الدنيا رابيع والجو جديع قفلي على كل المواضيع قفل 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 مسار الوقت مسار الوقت طيب هو ليش احلى استاذ الحين طيب احلى صح كيف احلى واحد يقول لك مثلا هذا والله حلو الثوب هذا حلو القماش هذا مثلا السياره هذه حلوه ليه مثلا مكيلتها مثلا سعرها مثلا ايه طيب احلى لانه اخضر صحيح لانه جو حلو هذه هي النقطه
فن، وهذا فن راقي وجميل. ها هو ينطلق من حديقة الردة من الطائف منبع الفن. رحت قديره عندكم جايك عندكم زحمه ايش خلينا ايش قديره وش الرقاد يا ابوي زحمه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك ها ايش حقين هنا الورد المصنع والمصنع والمختبر انا الورد خلاص ما عاد لي ابي اعرف شو اسمه بس رجعت من المديره في مشكله طيب صح السعادة هذه بالطائف المانوس الطائف اخضر وهذا الجمال واللي يقول 5 ريال نقول له خلوه 15 ريال الدخول و20 ريال بهذا التنظيم الرائع 5 ريال بس والله قليله 5 ريال حتى 20 على هذا التنظيم الرائع وايش بيعنا يدفعوا برا هناك وهنا يقعدوا يقولوا لا ولا ولا 5 سعر مقبول يا مهندس جدا تدخل تلاقي هذا الجمال وهذا التنظيم وهذا الروعه Now, you're walking in this life.
الحديقة. يا أخوك الحديقة حلوة وأنتم حلوين. كانت حديقة السداد بهذا المستوى، العوائل يجلسوا وكل اللي يجلسوا الين حرمونا منها، الين حرمونا منها. حديقة السداد كان عصير برشومي وعصيرات أخرى. بس البرشومي ولا في شيء ثاني؟ برشومي أصفهاني وماهيتو. أصفهاني؟ هذا إيش؟ ماهيتو. يعني برضه شو برشومي هذا؟ برشومي هذا قادح. هذا عصير برشومي، برشومي بالحليب طبعا. والله طعم مفيد. هنا في محل جنب نون بوتيك، جنب نون بوتيك، هذا هو اللي بدون اسم. شوفوا مقابل بوابة واحد، مقابل بوابة واحد، عصير برشومي. وريني الجالون حقه. نسعد في دنيا الغرام ونعيش فيها سوا، نسعد في دنيا الغرام ونعيش فيها سوا. الحب وانت هونا، الحب وانت هونا، الحب وانت هونا لو جمعتنا الليالي. الحب وانت وانا لو جمعتنا الليالي، نسعد في دنيا الغرام ونعيش فيها سوا، نسعد في دنيا الغرام ونعيش فيها سوا. الحب وانت وانا، الحب وانت وانا. وانت وانا لو جمعتنا الليالي، الحب وانت وانا لو جمعتنا الليالي، نسعد في دنيا الغرام.